الإسلام دين المحبة والتسامح والسلام. الإسلام دين يتمم مكارم الأخلاق ويشجع عليها، وهو دين المغفرة والثواب. والوصية الشهيرة من أدبيات الإسلام: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فماذا تعني هذه الوصية؟ وماذا يعني مصطلح المجاهرة بالمعصية؟ وبعد المجاهرة بالمعصية هل من توبة؟ وكيف ممكن يغفر لي رب العالمين ذنب أنا جاهرت فيه وتحديت رب العالمين بعصياني لإله فيه؟ كل هالتفاصيل وأكثر رح تكون محور حديثنا اليوم مع فضيلة الشيخ الأستاذ عامر حوارني، عضو الفريق الديني الشبابي. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم مرة تانية. رمضان كريم ورد، وإن شاء الله صيام مقبول، ونسأل الله لحنا في عشر المغفرة أن يغفر لنا وأن يتوب الله. علينا إن شاء الله يا رب. فضلت الشيخ، يعني موضوع جدا حساس والله وشائك، ويحتاج لتأني بالإجابات تمام. أكيد، وتأني بطرح الأسئلة. لذلك رح نستثمر كل دقيقة مع حضرتك. المجاهرة بالمعصية والمعصية، ما الفرق بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أنا بتشكركم كثير على هذا الموضوع الكثير كثير خطير، واللي صار يعني عم ينشهر بالناس، وصارت بعض يعني الناس لا تبالي بهذا الأمر. طبعا المعصية من العصيان، وهي مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا بخير وما نهانا إلا عن شر. ما في أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى إلا فيه مصلحة دنيوية وأخروية لنا، وما في أمر نهانا ربي سبحانه وتعالى عنه إلا في شر في الدنيا وفي الآخرة. الآن المجاهرة في المعصية هي أن أظهر تلك المعصية وألا أستتر منها ولا أستحي أنني وقعت في هذه المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي بات يستره ربه سبحانه وتعالى ثم أصبح ينشر ستر الله عليه، يقول: فعلت بالأمس كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. أيوة، التباهي. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس ورد يقول: شر من المعصية رضاك بالمعصية، وشر من المعصية حزنك على فوات المعصية. هذا أشر من الوقوع بالمعصية، لأنه نحن ضعاف تغلبنا أنفسنا، والشيطان العدو اللدود لنا الذي لا يريدنا أن نكون على خير أبدا، بل يريد منا دائما أن نقع في المطبات ونقع في الزلات. لكن أن نطيع الشيطان، شو قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو بين واضح. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نطرح أمثلة حتى تكون القصص عملية، يعني مثلا شخص مرتشي، والرشوة في الإسلام وفي العادات والتقاليد حرام بكل الشرائع، ومشجوبة وغير مستحبة أبدا. طيب بيجي بيقلك: والله طقيته وبين قوسين خرفته عفوا، وأخذت منه هذاك المبلغ. وعم يشهر بحاله أنه أنا مرتشي، عم يشهر الثاني بحاله أنه أنا سارق، والله مديت إيدي وأخذت كذا. فما بالك بالزينة، أنا مثلا والعياذ بالله زنيت مع كذا وكذا، أنا رحت للأسف ارتكبت فلان معصية. المجاهرة بالمعصية معصية؟ بل أشد من المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطأ. الخطأ واقع، نحن ضعاف ورد، نحن عنا نفس تأمرنا بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لكن العبد الذي يقع في المعصية، لما منقع بزلة منقع بخطأ ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب الله علينا. وين الخطر؟ وين المصيبة؟ أن أعتاد ذلك الأمر، أن أعتاد تلك المعصية حتى تصبح عندي كلا شيء، عادة، أمر طبيعي جدا، وأصلا أنا مالي شاعر فيها معصية تماما. فهذا أشد وأخطر. ثم أن أجاهر بها فأفخر أنني خذت مال، أفخر أنني مثلا كما قلت فعلت فاحشة، أفخر أنني شربت الخمر، أفخر أنني مثلا تسلطت على فلان، أفخر أنني قتلت فلان. يعني مثلا مسألة هذه المسائل كلها، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء. إجا إنسان جابوا سيدنا عمر بن الخطاب، جابوا إنسان مقيد بالسلاسل، قالوا: إنه لص قد سرق. فقال له لسيدنا عمر الله يرضى عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة،
قال ما كان الله ليفضحك من أول مرة. سبحان رب العالمين. يعني حتى رب العالمين إذا بصحح لي معلوماتي فضيلة الشيخ، في بعض المعاصي عندما ترتكب لا يقام مثلا عليها عقوبة أو لا شيء، إلا ليكون اللي مرتكب هالمعصية جدا مجاهر وجدا مثل ما منقول ما في استحياء من الله. نعم. هلأ من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ورد الستار. والله تعالى يحب الستر على عباده، وربنا سبحانه وتعالى يحب منا أن نستر على بعضنا. لذلك في شيء اسمه مجاهرة وفي شيء اسمه فضيحة. يعني أحيانا أنا فعلت معصية، طيب أنت ليش عم تنشر لي إياها؟ ليش عم تحكي فيها على الفيسبوك؟ على طيب أنا بقول لك ليش فضيلة الشيخ، بقول لك ليش؟ الضمير اللي لسه ما نام أو اللي لسه ما مات بنفس هذا الشخص اللي ارتكب معصية، هي تفسيري أنا ممكن يكون خاطئ، بيقول لك أنا ارتكبت المعصية ورب العالمين لن يغفرها لي، ممكن يكون هيك عم يشك، فخليني جاهر فيها وعممها حتى خليها عادية مثل ما نحن منعمم. هلا هذا مرض نفسي صار، فشو الحل؟ هلا هذا مرض نفسي، احنا خلينا نقول انه احنا المجاهرة هي اذا كانت من جهل الانسان فهذا يتوب الى الله ويتوب الله تعالى عليه. اما اذا كان متعمد الان صار يسن سنة سيئة، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستر بعضنا البعض كما قلت، وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وربنا يوم القيامة يلقي ستره على العبد يوم الحساب والجزاء، فيقول الله تعالى للعبد عبدي عملت كذا وكذا في الدنيا، فيقر العبد ما بيقدر ينكر بين إيدين الملك سبحانه، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. لكن عندما أنا أبدأ الآن بالمجاهرة كما قلنا، أبدأ بالتفاخر، أبدأ بالتباهي، أشعر أن هذه المعصية مصدر قوة إلي ومصدر تميز وميازة عن غيري واختلاف، وبصير ديفرنت أنا إذا بفطر برمضان، بصير أنا كتير مميز إذا بدخن بنهار رمضان. طيب هي حرية شخصية بقول لك، يعني أنا لما بدي شيء أمر معين فضيلة الشيخ أنا حر، يعني أنا مثلاً لنفترض أنا بدي أسرق أنا حر، أنا بدي أرتشي أنا حر، أنت لا ترتشي. ولكن صرنا بالغابة نحن، ما صرنا بشر. لا، لما بدي أسرق لما بدي أفعل أي شيء أنا حر، صرنا نحن بالغابة ما عدنا بشر. تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين. هذا مو مبدأ لا اشتراكي ولا مبدأ ثقافي، هذا مبدأ إسلامي. لا يجوز أن أتعدى على حريات الآخرين. بعدين عندنا مسألة ورد، وهي يعني بتمنى تصير هيك شيء زاوية بشي يوم من أيام رمضان يجمعنا، مبدأ التعظيم للعبادة. نحن عنا رمضان في أداء عبادة وفي تعظيم لرمضان. الصلاة أداء للصلاة وتعظيم للصلاة. أنا ما بقدر صوم برمضان، لكن مو يعني جاهر بالفطر. أنا عندي عذر يمنعني من الصيام، أنا مسافر، امرأة في أيام عذرها الشرعي، هي لا تصوم ولكن لا تجاهر بالفطر تعظيما لشعيرة رمضان. احترام تماما، هذا هو التعظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن هذا الإنسان لما يصل إلى مرحلة اللامبالاة بالمعصية ورد، ويصير عنده الأمر مألوف كتير والأمر كتير عادي، انغمس تماما. وصار تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة، شو السنة؟ هي الطريقة الأسلوب. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو عم يعممها، لأنه هو عم يحرض الآخرين يعملوا مثله. كل إنسان يفعل ذلك هو في صحيفته، هو يأخذ نفس الإثم الذي وقع فيه الآخرون. يعني إنسان علم موظف على الرشوة مثل ما حكيت، صار هذا الذي علمه على الرشوة كل واحد بيرتشي صار بصحيفته، كما جاء في القرآن أن ابن آدم الأول كل قتل يقع في الأرض له كفل منه. لما قتل قابيل هابيل، هذا قابيل كل من قتل في الأرض بعد ذلك هو يأخذ له نصيب من الإثم والوزر، لأنه هو الذي سن القتل وعرف الناس على القتل وما كانت الناس تعرف ذلك. طيب حتى نلخص أفكارنا ونرتبها بشكل صحيح فضيلة الشيخ، هل من توبة لمجاهر؟ يعني ما بدنا نخلي الناس تيأس اليوم، والله عز وجل غفور رحيم طبعا ويغفر الذنوب لو كانت لكن مثل زبد البحر كما مثل الجبال. تمام، فشو النصائح اللي ممكن نقدمها لنستثمر ما تبقى من رمضان ونرجع إلى الطريق الصواب؟ هل من توبة؟
باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني ليوم القيامة. باب التوبة لا يغلق أبدا. ربنا في الليل يتوب على مسيء النهار، وفي النهار يتوب على مسيء الليل. من أقبل على الله تائبا قبله الله تعالى، ومن استغفر الله تعالى غفر الله تعالى له، ومن ذكر الله تعالى نور الله تعالى قلبه. الأهم أن أنتبه إن هذا الذي أفعله هو معصية، وأنه مجاهرة، واعترف فيها. ولا تكابر. أي نعم. ولا تكابر. وخير الخطائين التوابون. ليش في خيرية بالخطائين؟ إيه ورد فيه، لأنه إحنا مؤمنين، إحنا عباد الله تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى نبين أن المجاهر وغير المجاهر، العاصي بمعصية صغيرة ومعصية كبيرة. أصلا ما في صغيرة وكبيرة أمام عظمة الله تعالى، وما في كبيرة أمام توبة الله. الله تعالى هو القادر، هو التواب، هو الرحيم. فنبادر إلى التوبة ونتنبه. الأهم ورد أن ألا نكون سببا في نشر هذه المعاصي. تمام. يعني إنسان قلت لك وقع بمعصية، أنا ليش عم بنشرها؟ ليش عم أفضحه لهذا الإنسان؟ ليش عم سوق هذه المعصية؟ أنا شريكه إذن. لك هو وقع بالمعصية وما حكى، طب أنا ليش عم أقول جاهد؟ تماماً، ليش عم ذكر الناس بالمعصية؟ ليش عم ذكر الناس بهذا الفعل؟ ليش عم شرعها؟ تماماً. بعدين دائماً نحن عنا مسألة كتير خطيرة، إنه تكرار الأمر يجعله عادياً عند الناس. صحيح، يصير سلوك وبيصير عادي. تمام. لما بنسمعه هون وبنشوفه هون وبنقراه هون كأنه صار أمر يعني طبيعي. يعني المجاهرة بالمعصية إلى أثر اجتماعي خطير جداً، تؤدي إلى انحلال المجتمع. طبعاً. وذهاب القيم والأخلاق. طبعاً. هاي الجملة تلخص كل الفقرة. طبعاً. لذلك لازم ننتبه لهالنقطة. بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ، لقاءات الوقت بسرعة يمضى معكم، الوقت الممتع عطول بيمضى بسرعة، ولكن الأمل بلقاء قادم قريباً. شكراً كثير، إن شاء الله. رمضان كريم. حياكم الله أستاذ ورد، وحيا الله أستاذ أنسة مشلين. شكراً كثير، يعطيك ألف عافية.